أهلا بكم من جديد. تتجه الأنظار غدا الجمعة إلى افتتاح النسخة 14 من بطولة أمم أوروبا والتي ستقام في أوكرانيا وبولندا، وتفتتح المجموعة الأولى المباريات بلقاء البلد المضيف بولندا واليونان بطلة نسخة عام 2004 في وارسو، يليه لقاء روسيا والجارة جمهورية التشيك. وكانت الشوارع قد امتلأت بعشاق الكرة الذين قادموا لمتابعة الحدث منذ بدايته. تخوض 4 منتخبات عربية غدا الجمعة منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2014، حيث يسعى المنتخب اللبناني لرد الاعتبار من خسارة الجولة الأولى على أرضه أمام ضيفه القطري، عندما يلعب على أرضه أمام منتخب أوزبكستان، في حين سيواجه الأردن منتخب اليابان في محاولة لكسب أول فوز للنشامة ومضاعفة فرص التأهل. وفي لقاء آخر سيحل منتخب أستراليا ضيفا على العماني، وأخيرا سيكون المنتخب القطري بانتظار 4 منتخبات العالم في مونديال 2002 الكوري الجنوبي. تأهلت الروسية ماريا شاربوفا المصنفة الثانية إلى نهائي بطولة رولان جاروس للتنس بعد فوزها على التشيكية بيترا كفيتوفا بمجموعتين نظيفتين وبواقع 6-3 و6-3. وفي لقاء سابق استطاعت الإيطالية سارة إيراني خطف بطاقة التأهل للنهائي على حساب الأسترالية سامانثا ستوتسر بعد فوزها بمجموعتين لواحدة 6-3 و1-6 و7-5، علما أن اللقاء الختامي الذي سيجمع شاربوفا بإيراني سيقام السبت. اقترب بوستن سيلتكس من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه بفارق 4 نقاط على منافسه ومضيفه ميامي هيت، ذلك في المباراة الخامسة بين الفريقين في نصف النهائي. الفوز سمح لبوستن بالتقدم على منافسه ب3 انتصارات مقابل 2، ولا ينقصه إلا فوز واحد لضمان التأهل للنهائي. وساهم كيفن غارنت بفوز فريقه عندما سجل 26 نقطة، علما أن المباراة السادسة بين الفريقين ستجري في بوسطن فجر الجمعة. نهاية أخبار رياضة وعودة لهدى. شكرا دانا. مشاهدينا، بعد الفرات نهر دجلة مهدد هو الآخر بالجفاف، وذلك بسبب مشروع أثار الكثير من الجدل في العراق، وهو سد أليسو التركي، والذي أكدت السلطات التركية أن الهدف من إنشائه هو توليد الكهرباء وليس